هجر ملايين السوريين وضيق عليهم، واللي رجع اعتقلوا وغيبوا بالسجون. وهلا بظل القصف الاسرائيلي على جنوب لبنان، تخيلوا انه نظام الاسد فرض على السوريين يلي هربانين من هذا القصف تصريف 100 دولار على كل فرد اذا بدهم يدخلوا لبلدهم، وهالشي دفع كثيرين لحتى يحاولوا يفوتوا من طرق تهريب رغم خطوره هي الخطوه. بس بالوقت نفسه امر بشار الاسد بتسهيل دخول اللبنانيين، وروج عبر اعلامه واذرعه لهذا الشيء وما ذكر السوريين ابدا. هذا نفسه يلي قتل شعبه وهجره بكل بقاع الارض، وللاسف حركات النخوه تبعه ما طبقها على السوريين، انه هدول مو مواطنين البلد ولا شو حابب تعتبرهم. النظام يلي امن باصات نقل للناسحين اللبنانيين المعترين وتغاضى عن اوراقهم الرسميه، قال انه جهز مراكز ايواء للي تركوا بيوتهم واراضيهم هربا من القصف الاسرائيلي، وبلش يتبجح بالخدمات يلي وفرها بهي المراكز. وهون السوريين كلهم ومنهم يلي مناطق سيطرته انتقدوا ازدواجية المعاملة من مبدأ انه شعبك الدرويش يلي ما عنده أدنى مقومات الحياة ولا كهرباء ولا مي مو أولى؟ السوريين يلي عم يموتوا بلبنان تحت القصف وما حدا عم يحتويهم هنيك مو أولى؟ يعني بالمختصر اللاجئ السوري لقى حاله فجأة عم يواجه تشرد ونزوح قصري جديد عم تنضاف لسنوات من اللجوء والمصاعب المتواصلة من دون ما يملك رفاهية العودة الآمنة لبلده الأم يلي بيبعد عنه مسافة ساعة واحدة بس. بالنهاية مشهد اللبنانيين والسوريين العلقانين على الحدود بيقطع القلب، بس كل السوريين يلي هنيك لسان حالهم عم يقول عاملونا مثل ما عملتوا الناسحين اللبنانيين، إنه شو لسه بقي ما عملوا هذا النظام بالسوريين.